محاضرتنا لهذا اليوم types of fuel، أنواع الوقود. Liquid fuels are normally used in IC engines. الوقود السائل يستخدم في محركات الاحتراق الداخلي، يعني بصورة عامة يستخدم في محركات الاحتراق الداخلي. However, some engines may be designed to accept gaseous fuels. لكن بعض المحركات صممت لتقبل أو للعمل وفق نظام الغازيوس فيول. طبعا هي في هذه المحركات منظومة خاصة بحرق الوقود الغازي. بعض المحركات تعمل في نفس المركبة على الوقود الغازي بالإضافة إلى الوقود السائل، مع تنسيق بين العمل في الوقود السائل والوقود الغازي بصورة مباشرة. Also in electrical generation plants، وكذلك في محطات توليد الطاقة الكهربائية، solid fuel coal is used. الوقود الصلب اللي هو الفحم يستخدم in boiler furnace، في الفرن الخاص بالمرجل البخاري اللي هو البويلر. طبعا يعمل على الفحم بعد عملية سحق هذا الفحم ورشه في داخل حجرة الاحتراق لتسهيل عملية احتراقه. In general، بصورة عامة، most HCS، بعض الوقود الهيدروكربوني consist mainly of carbon and H2. يتكون بصورة رئيسية الوقود الهيدروكربوني من الكربون بالإضافة إلى الهيدروجين. With some types may include a minor amount of O2 and 2S. بعض المركبات الوقود أيضا تحتوي في داخل تركيبها على ذرات الأكسجين أو النيتروجين أو الكبريت إلى آخره. The type of fuel with the chemical formula are following below. أنواع الوقود مع الصيغة الكيميائية الخاصة بالوقود هي كالتالي. طبعا الوقود يصنف بالطبيعة حسب الحالة الفيزيائية الخاصة به. ممكن أن يكون سائل، ممكن أن يكون على شكل غاز، ممكن أن يكون صلب. Liquid fuel with the chemical formula، الوقود السائل اللي يكون الصيغة الكيميائية الخاصة به هي CnHm. أقصد به الآن هو عدد ذرات الكربون، ممكن أن تكون 1، 2، 3، 4، 5 إلى آخره. و HMM هو عدد ذرات الهيدروجين المتواجدة في الوقود. هذه الصيغة هي خاصة بالوقود السائل اللي هو الغازولين أو الديزل وغيره من المواد الأخرى. أحيانا الديزل يحتوي على كمية قليلة من الكبريت أور CM. والصيغة الثانية الخاصة بالوقود السائل هي CnHmOr، حيث الآن كما ذكرنا بأنه عدد ذرات الكربون والأم هي عدد ذرات الهيدروجين بالإضافة إلى الآر هي عدد ذرات الأكسجين. يعني يحتوي الوقود في داخل تركيبه على الأكسجين، مثل إيش؟ مثل الكحول اللي هو الإيثانول. الإيثانول البيور إيثانول 99% أو 98% أو 90% هو قابل للاحتراق، اللي هو صيغة الكيميائية C2H5OH. دلاحظ بأنه يحتوي على ذرات هيدروجين كربون أكسجين. طبعا الإيثانول ناتج من عمليات تخمير المواد السكرية أو بقايا الطعام وغيره. اثنين، الغازيوس فيول with chemical formula، الوقود الغازي مع الصيغة الكيميائية له ممكن أن تكون CnHm، حيث N هي عدد ذرات الكربون وM هي عدد ذرات الهيدروجين المتواجدة في الوقود الغازي. من أمثلة الوقود الغازي هو الوقود المستخدم في المنازل لغرض الطبخ. طبعا الوقود الغازي لجأت بعض الدول إلى استخدامه لأن احتراقه تقريبا نظيف. نسبة الملوثات الصادرة من الوقود الغازي تكون قليلة جدا،
لذلك استخدموه بالمركبات لتقليل أضرار عمل تلك المحركات على البيئة وما يصدر عنها. السوليد فيول الوقود الصلب والذا كيميكال فورمولا CnHmSz اللي هو الكيميكال فورمولا الخاصة به، الصيغة الكيميائية هي Cn حيث n هي عدد ذرات الكربون و m عدد ذرات الهيدروجين و Zz هو عدد ذرات الكبريت المتواجدة في ذلك الوقود. طبعا بعض الدول لا تزال تستخدم الفحم كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية لأنه هذه الدول يتوفر فيها الفحم بنسب كبيرة ولا تلتجئ إلى شراء مشتقات النفط الخام لتشغيل تلك المحطات لأنه مكلف عليها. الفحم متواجد وبكثرة ورخيص الثمن بالنسبة لها، لذلك تستخدم الفحم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. نأتي إلى الموضوع اللي بعده اللي هو الكيميكال رياكشن اكويجين اوف فيول كومبشن اللي هي المعادلة الكيميائية لاحتراق الوقود. The general reaction equation of liquid and gaseous hydrocarbon fuel with air under stoichiometric condition is انه المعادلة الكيميائية المتوازنة الخاصة باحتراق الوقود السائل والصلب تحت تأثير الستويكيومتريك كونديشنز. يعني انه اقصد بالستويكيومتريك كونديشنز بانه كمية الهواء المشاركة في التفاعل الكيميائي كافية لإتمام عملية الاحتراق. هذه معادلة الاحتراق التام الخاصة بالغازيوس فيول والليكويد فيول. طبعا هذه المعادلة مهمة جدا تحل كافة الأسئلة، وهذه المعادلة يجب فهمها لأنه تدخل في حل كل الأسئلة. CnHm المركب الهيدروكربوني، الN هي عدد ذرات الكربون والM هي عدد ذرات الهيدروجين زائد N plus M over 4O2 N plus M over 4O2. هنا الـ N plus M over 4 يعني المعادلة الكيميائية هذه الخاصة باحتراق الوقود عناصر التوازن الخاصة بها تكون هي عبارة عن الخاصة بالأكسجين، عدد مولات الأكسجين المشتركة في التفاعل الكيميائي هي عبارة عن N زائد M over 4، يعني فرضا C2 H2، يعني N هنا شقد 2 والM شقد 2، 2 زائد 2 على 4 لو فرضنا بأنه حرقنا المركب الهيدروكربوني اللي هو C2H2، نعوض بالقيم الخاصة بقيم الـ N والـ M. طبعا O2 زائد 3.76 هي النسبة بين النيتروجين، عدد مولات النيتروجين بالهواء إلى عدد مولات الأكسجين، عدد مولات النيتروجين إلى عدد مولات الأكسجين. يعني إذا سحبنا الآن N plus M over 4 خارج راح يكون عندنا O2 ذات 3.76 N2 NCO2 بالإضافة إلى زائد M over 2 H2O زائد 3.76 في N plus M over 4 N2. يعني فرضاً إذا طلب من عندنا أنه نكتب المعادلة الكيميائية الخاصة باحتراق المركب، فرضا لنفترض بأنه C7H17 يعني C7H يعني الN قيمتها 7 والH قيمتها 17، نعوض بمقدار الN 7 ومقدار الM 17 C7، فراح تتحول هذه كلها إلى أرقام وتنتج عندنا المعادلة الكيميائية المتوازنة. طبعا هذه شرط المعادلة الستويكيومتريك اكويجين، هاي اسميها الستويكيومتريك كيميكال رياكشن اكويجين، يعني تكون كمية
الهواء هي المناسبة لإتمام عملية الاحتراق في هذه المعادلة. Where N and M as described previously, وعندما احنا يعني ذكرنا بأنه قيمة الـ N والـ M في الماضي, الآن هو المولكيولز اوف كاربون ان فيول, عدد مولات الكربون او عدد ذرات الكربون الموجوده في الوقود, والام اوفر 2 المولكيولز اوف اتش 2 ان فيول, عدد ذرات الهيدروجين الموجوده في الوقود. 3.76 المول اوف ان 2 فور افري مول اوف او 2, يعني ايش قد يعني الفوليومتريك اناليسز اللي هو المولير اناليسز للنيتروجين والاكسجين بالهواء الجوي. الهواء الجوي يحتوي على 79% من النيتروجين و 21% من الهواء, يعني 79% 79 على 21 راح تنتج عندنا 3.76. Similarly, the general chemical reaction equation, أيضا المعادلة الثانية, إحنا قلنا هذه خاصة بالliquid fuel and gaseous fuel combustion, هنا هذه المعادلة خاصة بالliquid fuel combustion اللي هو يحتوي على ذرة أكسجين من ضمن مكوناته مثل الكحول, مثل الكحول. طبعا هنا ده لاحظ المعادلة بالأعلى تشبه المعادلة بالأسفل, عدد صيغ الكيميائية بأنه الـ OR, هنا ضفنا O. المعادلة هذه طبعا احنا بما أنه ضفنا من ضمن مكونات الوقود أكسجين لازم نطرح من الهواء أكسجين, من عدد مولات الهواء أكسجين, يعني N زاد M over 4 ناقص R over 2. ده لاحظ طرحنا من مولات الهواء, من مولات الأكسجين ناقص R over 2, ده لاحظ هنا ناقص R over 2 وهنا أيضا ناقص R over 2. ليش؟ شين السبب؟ لأنه دخلنا أكسجين مع الوقود, مع الوقود طبعا نفس المعادلة ما عدا كل N plus M over 4 ناقص R over 2. طبعا هنا إذا حرقنا المركب الهيدروكربوني اللي يحتوي ضمن تركيبة على ذرات هيدروجين وأكسجين وكربون اللي هو فرضا الإيثانول C2H5OH, C2 الآن يكون 2 و H5OH عدد ذرات الهيدروجين تكون 6 والO راح يكون عدد ذراته 1, يعني M 6 والR 1. بعد تطبيق تلك الأرقام في داخل المعادلة وتعويض قيمها راح نحصل على المعادلة الكيميائية المتوازنة لعملية الاحتراق التام اللي هي لا تحتوي على هواء فائض عن الحاجة أو نقص بالهواء الذي يؤدي إلى الاحتراق الغير التام. N طبعا هنا بالمعادلة ده نعرف بأنه N المولكيول of carbon in fuel, والM over 2 هي المولكيول of hydrogen in fuel عدد ذرات الهيدروجين بالوقود, والR over 2 عدد ذرات الأكسجين المتواجد في الوقود أو المركب الهيدروكربوني. الـ 3.76 اللي هي المول of N2 for every مول of O2. هذه المعادلة بالوقت الحالي نلتجئ لها ب حرق الوقود بعد عملية خلطة بالإيثانول لتقليل الطرق في المحركات, بعد إضافة الإيثانول إلى تلك الـ 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 إلى البنزين بنسبة حوالي 15%, تعتبر من ناحية تقليل الملوثات جيدة جداً, وتقليل استهلاك الوقود بنسب معينة جيدة أيضا, ورفع الطاقة المتولدة بالمحرك أيضا جيد, لكن نستخدم الإيثانول اللي درجة نقاوته تصل إلى 95% تقريبا لأنه رخيص الثمن.